لا بس الوقت سهاني تمام، اكلني العجوه تمام، بلاش العجوه برضو مع احمد موسى، فضل لغايه اخر ثانيه على الوصول الان. هيا بسرعه، شوفوا ازاي النجدة يا حراس اتعرضوا للهجوم. ماشي يا ابن الجزء، صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض ومكملين في التحفة الفنية اللي يوبي سوفت بعتتها لنا، وحابب اشكر يوبي سوفت جدا. اساسن كريد ميراج، يلا بينا نكمل مع باسم ونشوف هيعمل ايه النهارده. تعالوا نعمل شويه ميم ميشنز نبقى اقوى، وبعدين نبقى نيجي نعمل سايد ميشنز بعدين. فيلا بينا نعمل ميم ميشن، يلا بينا. دي حلوه قوي، الحته دي حلوه قوي. الطحونة المائية. ايوه احنا وصلنا المكان بتاع الصور، يبدو ان هذا هو المكان. وصلنا للمكان اهو. لا كل الفضل لمن يستحق لهذا. وهذا علي ده انا مش حابه قوي، مش عارف انقذ في احلك اوقاتي. على راسي يا علي اخويا، لسه بشكر فيك والله. فانا لست الوحيد، ساشيد بك إشادة عظيمة في تاريخ مآثرنا، لكن علينا اولا كتابة نهايته. تعال. وعلي انا عندي ميكسد فيلينجز بخصوص علي. ارى انكم التقيتما من قبل بشكل سريع، لكن الليل في اوله، وهناك الكثير لنناقشه فيما يمكنك توفيره لي. امكانياتنا محدوده، لكن اطمئن ساستمع الى متطلباتك يا علي لاحقا. مش مرتاح لك يا علي والله. عن الغول ليفعل باسم ما أتى هنا لفعله. حسناً حسناً، سأقدم شؤونكما على شؤوني، لكن هذه المرة فقط. يرسل الغول أوامر إلى الحراس توضح مناطق الحفر في بغداد، لكنه لا يستغل المساجين وحدهم. ثمة إذن كفالة للعمال هنا، ويبدو أن الغول يدبر لشراء العمال المهاجرين أيضاً. من يتخذ كهذه التدابير في بغداد دون إثارة الشبهة حوله؟ هناك رجل واحد مسعود اليعقوب، إنه يدير مصانع الصابون في بغداد، ويعثر على أعمال مدفوعة الأجر للمقيمين الأجانب، وأكثرهم من بلاد الفرس. إنه يجبر العمال إذن على العمل في مواقع حفره، وذلك بحجة توفير سبل العيش لهم. باشي، مش عملت فيها أسير يا شهيد الحرب أنت؟ تعقب أحد مواقع الحفر التابعة للغول متنكراً في هيئة سجين، ماذا حدث؟ لم يسفر التفتيش عن أي شيء، لكن ذلك لم يوقف الحراس. كسرت جمجمة أحدهم وفررت، ولم يحالف الحظ أحداً غيري. يا نهار أسود، كل الرجال راحت؟ فعل أحمق دون أي جدوى. ليس دون جدوى، سيكون الغول عند الكاروان سراي، لقد استرقت السمع إلى الحرس. بالتأكيد، التجار كلهم يتوقفون هناك للاستراحة. إذا كان مسعود يشتري عمالاً مهاجرين، فمن المرجح أن يكون الكاروان سراي هو المكان الذي يدير فيه شؤونه. كيف يبدو شكله؟ إنه رجل ضخم البنية، أيوة. يرتدي الحلية كالجواهر والحرير المجلوب من الشرق، أيوة. أي سيسهل تمييزه؟ حان الوقت يا باسم. احنا نروح بقى للمكان اللي بيتجمع فيه التجار ونشوف واحد بالمواصفات دي. ذلك القرار بيد باسم. باسم بمفرده؟ لا، دعيني اجمع بعض الرجال. يا علي، وانا لما خرجتك من السجن كنت لوحدي. يوم بسالتك سياتي، لكن اليوم يوم باسم، اعتبر ذلك جزءا من اتفاقنا. اختي روشان والله. مالك يا علي؟ انت مسود من جوه ليه يا علي؟ علي مش سالك اقسم بالله. انا مستعد، مهليني لحظه. ايه انا مستعد، لقد غلطت. مستعد سمعي اذا. مش عايزين نقتل حد غلط بقى يا جماعه، عايزين نركز. تبتعد. حاضر حاضر. حركه الحصان اهو، الحصانين دول شكلهم يتركبوا. ثم عضو تنظيم في متناول ايدينا يا باسم، وكمن سبقوا ومن لم يأتوا بعد، سيكون موت الغول عادلا. إنه رجل يتغذى على اليائسين والمحرومين. مثل هذه الفضائع ستستمر، لأن الغول ليس سوى ترس ضمن عجلة أكبر، عجلة تدور بشكل مدمر. مهمتنا نحن المستترين أن نبطئ العجلة التي تدور حتى تتوقف. اليوم ستكرس يدك ونصلك لتلك المهمة. الغول هدفك الأول، لكنه لن يكون آخر أهدافك.
أؤمن بذلك إيماناً راسخاً، وأؤمن بك رغم رصانتي ودروسي القاسية. أريدك أن تعرف أنك قد أثرت إعجابي يا باسم. الله، أنا دي حاجة تشرفني. وجود التنظيم في بغداد وخارجها يتوقف على أوضاع متذبذبة ما دمت ستظل رأس حربتنا، وذلك ما أعتزم أن أكونه. أنت سكسي يا باسم، مالك يا زوم؟ إرشاداتك أيتها المعلمة. أشوف أن التطبيل رايح جاي يا شباب. يا والا النازلة، يا والا بسوم. المكان مزدحم كخلية نحل. فين يا ابني انت شفت حاجة؟ ضع الاختبار الذي ينظر. اه، هو ده المكان اللي بيتجمع فيه التجار. تجار ماشية، قوافل من كل مناحي الحياة، وانا الذي ظننت ان اسواق الانبار مضطربة. الاضطراب يولد الفوضى، والفوضى تجلب الفرص. صح، ده احنا بنحب الزحمة عشان نشتغل فيها. مستر بسوم، التي تطرح نفسها، كن مستجيبا لكن صبورا، وثق بغرائزك. ذلك مسعود في الشرفة كما وصف علي بالضبط. أنا أراه، انطلق. أيوة. الآن بللها بدم القتيل، سأعثر عليك عندما ينتهي الأمر. أظن أنك أخفيت فضائعك أيها الغول، لأنك اخترت أصحاب الصوت الخفيض الذين عرفت أن صرخاتهم لن تسمع. لقد حفروا الأرض بأمرك وماتوا على يدك وطرحوا تماماً مثل النفايات، كل ذلك لتنقيب الصحراء عن قطعة أثرية. للآن تساوم للحصول على عبيد بأمان في الكاروانسراي، تفضل تكبيل ضحاياك وتجويعهم. آن الأوان لك أن تواجه رجلاً حراً. باسم نويله، باسم اغتلى الغول. الغول الذي تبان ان اسمه مسعود اليعقوب، عضو في التنظيم، يستغل اليائسين والمحرومين ويجبرهم على الحفر في الصحراء لأسباب مجهولة. احدى الطرق التي يحقق بها هذا هي باستخدام مكانته العامة، انه صاحب دار صناعة الصابون، ليجلب بهدوء العمال المهاجرين المشتاقين للوعد بالرزق، ويعقد هذه الصفقات في الكروة اللي هو المكان اللي احنا رايحين داخلينه ده. ابحث عن فرصة تشتيت. انا بص، مش حد لحد فلوس زي المرة اللي فاتت وما يساعدنيش، فانا هخش على طول بصراحة لوحدي. الساحة ملكك. ورينا ورينا، دي مجموعة تجار، دول ناس ممكن تحارب معانا. سيبك من كل العك ده. دي حارس من حراس كمان، في هنا صندوق مدخل سري. اوعى هات لي المدخل السري ده نخش منه. هو شخصين عم الغول ده فين؟ انا مش عايز حد يساعدني يا عم، لازم حد يشتت يعني. اقفش، انا مش عايز مساعده من حد. نخش من الباب السري، ادي المدخل السري. اقفش. على بقى بالله عليك، تعال لي في المايه هنا، محدش قايل ما لناش دوشه بالله عليك. وعدونا بعمل ثابت وعوائد مثمرة، والآن صرنا مجبرين على الكد في الصحراء. يا حول، لقد خدعنا، من فضلك لا بد أن تساعدنا. أخبرني كيف يمكنني المساعدة. الذي أحضرنا يحمل وثيقة تقيدنا بمسعود، إذا لم يستلم أجره فلا بد أنه ما زال هنا. إن أعفيت الرجال من خدماتهم فسيدرك الغول سريعا أن العاملين لديه قد انفضوا. ابحث، اعثر على مشرف العمال وتحدث إليه. طب ده نلاقيه ازاي ده؟ ما شفتوش حاجة. عورش، تيجوا مع بعض نعمل كل حاجة مع بعض. بس راح انتوا ولاد فتانة. هي نقتل بس عمو الارشر ده. ايه الحمار مش المجتهد ده؟ يا نهار اسود ونايل بس. ما اتفضحنا واللي كان كان؟ بس بس بس، محدش يقول حاجة. اولاد مؤدبين ومحترمين. جات قافلة حران، مش عارف ايه. مش ده التاني الاول؟ التاني الاول. ماشي ماشي، مش فارق. هو اللي تحت ده هو اللي ماسك الحاجه. تعالوا نشوفه كده.
ما الذي يؤخر رحيلك يا صديقي؟ أيوه هو ده الرجل يدعى مسعود. أنا من المناسب فحص بضائعي، لذا أنتظر هنا. من يخال نفسه؟ ما الذي كنت تحمله؟ إنني أسأل فقط حتى أتمكن من جمعه لك. هل ستفعل ذلك؟ سأسر كثيراً إذا رأيت ذلك الرجل في نوبة غضب. إنه صندوق من الحرير والتوابل. جهز جملك، سأرى ما يمكنني فعله. إن جعلت ذلك التاجر يغادر، فرحيله المفاجئ قد يدفع الغول للخروج. خش تاني من الباب السري ولا إيه؟ ده شغلانة سودة. انصرف بعيداً. حاضر حاضر حاضر، سوري ما خدتش بالي. نخش من المخبأ السري وخلاص. التدريب حيفيدك في الآخرة. عايزين نجيب الشباب الشقي ده. تعالى بقى، تعالى اتأكد بنفسك. ايوه سوف اشرب من دمي. اشرب اشرب من دمي. لا انا مش شايف. هتشرب من دمي؟ طب ما بتشربش ليه من دمي؟ الحق صاحبك مات، قطع اوصالي. وانت مش هتعمل حاجة؟ قطع اوصالي انت كمان. بس كده نظفنا الناحية دي. في سلم اهو، زي اقدر اطلع عليه زي الناس محترمة. بس لا، فين بقى الراجل؟ والراجل تحتينا وانا شايفه. باب موصل. عايزين نبوظ الجرس بس عشان لو حد لا تسوي له نفسه. يسرني لقاؤك ايها الرحال. الكروان سراي زاخر بالبضائع اليوم. كنت أتساءل إذا كانت لديك أي سلع لبيعها. لا أتعامل إلا بالدرهم ولا أبيع سلعا، وإن كنت أفترض أن ذلك يعتمد والله على من تسأل. والله ما بنيش ولا جلتش، لست واثقا مما تقصد. وأنا لعبها مبارح يجي 6-7 ساعات. أبيع الرجال العمال، لكن مجموعتي محجوزة. لمين؟ يمكنني تغيير رأيي؟ لدي نقود وقد أستعين برجال كرجالي. 15,000. أنا ما أعرف، ممكن أدوم لك دلوقتي وديك الباقي بعدين. من يمكنه دفع ذلك المبلغ؟ احتفظ بذلك السؤال لنفسك، امضي في سبيلك الآن. من الغريب مصادفة هذا. إذا كنت سأحرر أولئك العمال فعلي سرقة الوثيقة. اتركوه، ماذا؟ ستتولى الشرطة لن يطول. إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا عليك سيد، ما عنديش حاجة. يا دين أمي اتفضحنا. تعال تعال تعال. وجدته، لن أخبر. شفت بقى ان انا مشدودة؟ انا ننشل الراجل اللي هناك ده بسرعة. ولا 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 مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش حاجة. هو مش قتلتكوا يا شباب، انتوا بتتكسروا. في الواد اللي عايز يتسرق جوه هناك. بسم الله توكلنا على الله يا رب. لنحرر اولئك الرجال. بس كده زي الفل كده، الرجالة هتبقى ايه؟ احرار. بس كده خد يا انتوا احرار. يلا حصلت على الوثيقة من مشرف. يلا انتوا احرار مقيدين بعد الان. اذهبوا. العمال يركضون بجنون. بس كده سينتبه الغول لذلك. ايوه لابد ان اكون مستعدا لتوجيه ضربتي. خرج لي الغول. سيصل الخبر الى الغول بالتاكيد. اخرج وشاهد ايها الجبان. بس كده احنا عم هيخرج بقى من البلكونه يشوف الناس اللي ايه. اخرج لي، اخرج يا جبان. على وعد بالعمل. الان تفسير. عايز اسمع هيقولهم الاول ايه الذي يحدث بالخارج. كانت هذه خدعه منذ البدايه. ما الذي تنوون فعله بنا يا شباب؟ مفيش غول. شكرا. اوه نايس. هات لي بقى نقعد انا. هناك الله. مالكش دعوه مالكش دعوه. وجه كراهيتك الى نفسك. اهلا فإن اهلا 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 بعد الحبيب. تجارهم غير المسلمين الضعفاء الذين يتمنون النجاه. شكرا. قدرنا ان نهيمن عليهم، واجبنا ان نحدد مساهمتهم. مساهمتهم في ماذا؟ فيما قد يكون في معرفة ما يكمن تحت هذه الرمال تحديدا.
بعض الأمور يجب أن تبقى على ذلك النحو. لا، هذه شكرا جدا على الريت عطايا هاتسين ثانية قدرها أن نستردها. إنها تتحدث إلينا كما تعلم جيدا. اللي أنت كنت بتعمله كان كويس. ها؟ أوكي. نعم، قد تكون مستترا لكنك لست ذلك فقط. ديله الريشة وسيبه يمشي، نحن مش هنضيع وقتنا مع كلب زيك. أيوة ريشتك ايه؟ أي خدمة؟ لما تخرج من الاشتباك نشط التركيز الاساسي باستخدام ارور ان ايه ده بقى ايه انا ما انت باسم نهال لسه موجوده. طب انا عايز الوت المكان بعد اذنك، يعني في صناديق وشغل فاخر انا عايزه يلزمني يخصني. صفي ذهنك. انتهى مسعى الغول الدؤوب القائم على حساب الارواح البشريه. بس انه يوم انتصار ليس فقط لمن نجوا من قسوته، لكن للمستترين أيضاً. قد تظل مؤامرة التنظيم الكبرى في بغداد لغزاً، لكننا نستطيع الجزم أن دور الغول فيها قد اندثر. تسلم إيدي. أعتقد أن ما سعى إلى الكشف عنه كانت أغراضاً غريبة أخرى، مثل ما أخذته من قصر الشتاء. ما الذي يريد التنظيم فعله بأثار الماضي؟ ولماذا يحرصونها بهذا الجهد؟ بدأت بطرح الأسئلة الصحيحة يا باسم، وسنعثر على الإجابات معاً. صارت الأسئلة كل ما أملك. ماذا تقصد؟ لا شيء، انسي ما قلته. كيف لي أن أرشدك إن لم تكن صريحاً معي في كلامك؟ بغداد شخص أو مطعم؟ مطعم. كنت أعاني كوابيس. في هذه الأحلام يعذبني جني حتى أستيقظ مفزوعاً وغارقاً في العرق. في ألموت كنت قد نسيت الأمر تقريباً، لكن عندما قتلت الغول شعرت بوجوده مرة أخرى، ولم يبق لي إلا التساؤل: لماذا؟ لماذا هنا؟ لماذا الآن؟ أسئلة متراكمة ولا أجوبة. كنت أنوي إخبارك، لكن كنت تخشى أن أعتقد أنك ضعيف العقل. نحن ضعفاء بما نسمح به لأنفسنا. لتتخلص من موطن ضعف، افعل ما هو ضروري لمداواة ما يسبب لك الألم. هل تسمحين لي باستراحة قصيرة؟ أرغب في البحث عن صديقة قديمة. هيدور على نهال. نهال، أذكر إنها مهمة بالنسبة لك، أليست كذلك؟ دي حقيقة. بلى، لكنني جعلتها تعتقد خلاف ذلك في آخر حديث بيننا. هذا يسبب لك الألم. اذهب إذن وداوي هذا الجرح دون تأخير. ستجدني عند مقر الحربية عند تسوية الأمور. تعال نروح نصالح نهال بقى، ندور على نهال ونصالحها يا شباب. قول لها الكلام اللي احنا قلناه ده كان نهال بالفعل. لا أدري أين ذهبت، إلى الديار في الأنبار على الأرجح. يا لهوي، أنتوا شايفين نهال فين؟ الغول ماتوا. يلا بالسلامة يا عم الغول. دياري القديمة، أن تكون نهال قد عادت إلى مخبأنا. هنروح للأنبار دلوقتي ولا لأ؟
ارجع الانبار. يا نهار اسود كسبان عقرقوف. دي نعمة احلف بالله دي نعمة. هيا هيا بص افتكر ازاي. هيا او ماي جاد عشر كانها فاكر نفس محمد دنيدي قوي. ما تيجي معايا لنهال يا نعامة يا نهال. ورينا يا ابني انطلق يعني مبدئيا بقى. تعالوا نطلع هنا عشان نعرف يعني الجمل كان ممكن يعمل حركة زي دي. انا نفسي اركب حمار بتكلم جد ما بهزرش. الانبار وصلنا للانبار يا شباب. الان تدفع. بصوا بقى الدبل اسيسينيشن اللي بقت موجوده دي. اوعى روق عشان الجو مروق. بس كده الانبار دلوقتي نقدر نفاست ترافل. ياه طيب هي فين اسمها ايه بقى نهال؟ الله فاكرين المكان ده يا شباب فاكرينه. باسم انه انت حقا نهال. انا هتضربني بالقلم ولا هتحضنني ولا لا تقل شيئا يا صديقي. انني اسفة بقدر اسفك. لدي الكثير لأخبرك به. هو أنا كذلك. سيسمع كل منا الآخر. لكنني أولاً يجب أن أعرف شيئاً. ما هو؟ لماذا ترتدي كالقرويين؟ ربما ما سأخبرك به أقل مما تصورت. أتخيل كيف مرت عليك فترة بعدنا عن بعضنا. وأنت لم تكوني تعيشين هنا على ما آمل. لقد كان هناك الكثير من العمل. لبس نفس اللبس نهال من ساعتها. لما أشعر أنني أعرف هذا؟ لأنك رأيته على الغرض الذي وجدناه في قصر الشتاء. كنت أحاول تذكر تفاصيل تصميمه. أقضيت كل هذا الوقت في الهوس بهذا الرمز؟ لماذا؟ لأنني أيضا رأيته من قبل. لا أعرف أين أو متى. أعرف فقط أني رأيته. أيما كان فهو يناديني. أنا أنوي الكشف عن لغزه وكذلك ينبغي لك. آه بالتأكيد نداء الواجب. كفى سأهتم بذلك إن كنت ستقضين وقتا خارج هذه الجدران المتعفنة أطول من داخلها. أنت تشغل نفسك بالجميع أليس كذلك باسم؟ أراك لاحقاً. بس كده خلاص. لا يزال تنظيم القدماء أبعد مما يكون عن الهزيمة. معلمة روشان تدبر خطة لاستئصالهم وربما ينبغي لي استقصاء هوس نهال. يبدو أن نهال تحاول اكتشاف مكان حجرة سرية. إنه هنا النجدة. أنت ولاية فتانة. أيها انت... الشيطان ستلقى عاقبة أفعالك. أيها الحرس توجد آفات تلوث شوارعنا. ولما قتلك تعيطي صح؟ ظروفني يا ابني العالم بقى في حتة نقدر نفصل ترافل عليها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انا حابب فولاذ قوي بحب فولاذ قوي. يسرني انك بخير. الحمد لله اول انجاز من عده انجازات في الطريق يا باسم. لا يسعنا الا الامل فلدينا الكثير لانجازه. بينما كنا دي ميراج جديده استطلع فولاذ المدينه بحثا عن اماكن لتشييد المقرات فيها. عثرت على مساكن في 3 أحياء متواضعة. لقد وصل تابد ورفقة من ألموت وانطلقوا إلى العباسية والكرخ. سأشق طريقي إلى الشرقية عاجلا. وأنا سأنضم إلى رفقة في الكرخ حيث ينتشر الفساد كالهواء. تفقد بعض الأشياء التي يعمل عليها أبو جعفر وتعال للقائنا. أبو جعفر أبو جعفر ده التك بتاعهم بقى عارف أنت الراجل اللي هو بتاع جيمس بوند اللي بيقعد يديله مسدس شغال بالبصمة والحياة. هو ده يهمك خريني. أوه
ده ابو جعفر خربها، ده هيفتح حاجات كتير قوي. ده لغم ده ولا ايه؟ اه يروح اقوله بعدين يوقف. قنبله الدخان واقدر اخش فيهم باعمل ايه؟ انا حاسس ان دي افيد حاجه دلوقتي. طب صدق اختيار سهم النفخ كأداة لك. ستفيدني هذه كثيرا، اشكرك يا احمد. انه ابو جعفر. انت تمزح. من حين لاخر اراك لاحقا يا ابا جعفر، اعتني بنفسك. تعرفين ابو جعفر كذلك. عارفين ابو جعفر واحمد دول بيفكروني بمين قوي يا كارن؟ بيفكروني بالتو دورفز اللي كانوا في جادو فور. كان اسمهم ايه اللي فيهم منهم واحد؟ يلا سبويلر اليرت، يلا مش هقول حاجه بقى عشان ساد. رئيس التنظيم القدماء في بغداد وصل استقصاء. اوه هناك رئيس للتنظيم في بغداد، عايزين بقى نجيب الادله بتاعه رئيس التنظيم. قابل رفقه في مقر الكرخ، اعثر على فولاذ وتحدث معه، اذهب الى مقر العباسيه. انتوا واخدين بالكم ده مين يا جدعان؟ الجاحظ. دي اكتر حاجه بحبها في اساسن كريد، يعني برضو ارستو اللي كان في اوديسي. في ناس كتير كده بيبقوا علماء اللعبه بشكل او باخر بتكرمهم. فالجاحظ الجاحظ موجود في اللعبه. نعمل اني ميشن، نكمل في الميشن بتاعت نهال اللي تعتبر سايد ميشن، ولا نبدا في الحاجات الستريمين ميشنز اللي موجودين عندنا دلوقتي عشان نعرف مين هو رئيس التنظيم في بغداد؟ انا هذهب للعباسيه. يلا بينا على العباسيه. فكك من نهال. تعال نسيب نهال شويه. الحمام، احنا فاتحين البيبان دي بالله عليكم، ما تزهقونيش. ايوه هاي يا بلابيس، جاهزين يا شباب؟ نخش يا ابو جعفر. أرى أن مقرنا الجديد في العباسية يحرسه جيدا رفيق متأهب ونشط. باسم فاجأتني. عليكم السلام. كنت أستمتع بقراءة بعض الشعر للتو. لمن؟ شاعرة البلاط السيدة عريب، كلماتها تغرد مثل عصافير الجنة. عجل، لقد قرأت أعمالها. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال، قضينا ساعات في القراءة عن الآلهة والجن. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. بيت الحكمة لم يعد كما كان في السابق. أليس صديقنا أحمد بن موسى هناك؟ أحمد بن موسى لقد ذهب إلى ورشته هناك حسب ما أذكر. بلى، بعثت إليه برسالة حتى يأتي ويساعد في تجهيز هذا المقر، لكنه لم يرد. لم يستطع جواسيس التواصل معه، مر أسبوع ولا أثر له. واحد من بني موسى المشهورين مفقود في بيت الحكمة إذن. أجل، غامر هناك وأعرف مصيره. سيتم ذلك. تسلم. أحمد بن موسى، ننقذه ده ولا ارجمه ولا اعمل فيه. يا عم انت اي شعلقة وخلاص، ما احنا بنخرج عادي زي البشر. في حاجة تبع البتاع. استنوا تعالوا نروح نسأل البتاع اللي هي تبع نهال. هناك أحد أعضاء الثعابين، علي تقصي الأمر. تقصي ولا هنشقلبه على طول؟ يا عم تقصي إيه بس؟ هذا وقته. ما حكمك يا رب؟ قطعة أخرى. ما حصلوش حاجة، ده يا حبيبي ما حصلوش حاجة. أنا هستأذن هنا يا شباب. شفتني إزاي؟ هم شايفيني إزاي؟ حاضر، أنا ههرب. أيوة الجبان، أنا هستناك تقول لي. أكون فاكر إن أنا مشاعري هتنجرح لما تقول لي أيوه الجبان. أحمد بن موسى راح فين؟ أحمد بن موسى، هو ده أحمد. راح أحمد أحد عباقرة بني موسى. أحمد هو الأكثر ذكاءً بين أخواته، يمتلك أحمد بن موسى ورشة في بيت الحكمة. المفروض نروح له بقى، فتش حجرة أحمد في بيت الحكمة عشان نعرف هو فين. بيت الحكمة، واو. فين يا ابني؟ إحنا كده في بيت الحكمة؟ تمام. يا عم ماشي. أحتاج إلى مساعدة. عايزين نشوف بقى إذا أنا قعدت معاهم. أين أنت يا غرفة أحمد بن موسى؟ يا قوم هدئوا من روعكم، كان الحريق صغيرا وأخمدنا. غضب الله يحل بنا. أغلب كتبنا سليمة، لقد زال الخطر. أنا عارف الجو. أيها العجوز، كيف شب هذا الحريق؟ عجوز؟ فاضل فهيم عجوز، عجوز بقدر بيت الحكمة الذي يرأسه. لا تؤاخذني يا أستاذي، لقد زل لساني. قيمة اللعبة لغاية دلوقتي مش أقل من 9. لا، لقد أخمدت الحريق ألوية الدلاء التابعة لخبير المياه. اسأل عليه مصطفى بن بكري. من أشعل هذه النيران؟
المخربون حسب ظني هم أعداء الخليفة تحديداً. ما نوع الكتب التي كانوا يحرقونها؟ سابق لأوانه معرفة ذلك. لعل أمين الكتب يعرف نوعها. إنني أبحث عن أحمد بن موسى. أجل، لديه ورشة هنا، لكنني لم أتحدث معه مؤخراً. سلام عليك أيها الشيخ، سأنصرف. ما زلت فين الاستوديو قصدي فين المكتب؟ لكنني يجب أن أتحدث أيضاً إلى أمين الكتب في المكتبة. حتى دي بتفكرني بفيلم المصير لما كانوا بيحرقوا الكتب بتاعت ابن رشد. حد فاكر الحتة دي؟ قائمة جزئية من الكتب المحروقة أو المفقودة. كتاب الحيل، ما معنى وكليلة ودمنة، وكتاب دي كتب بلغة مجهولة. السلام عليكم، مين اللي بيكلم كده؟ انت عاملين انت ايه، مش عربي؟ أهو. ماذا ترى؟ ورينا يا عم في الطابق الثاني. الحرس كتير دول يا شباب. فين بقى الراجل؟ فين امين المكتبة؟ ده في صندوق سبيسيال هنا. ايوه انزل. غريب جدا. بالطبع اختفى. خفت منك. طبعا الباب مغلق. ممنوع الدخول دولينز. حاضر. مهلا. انت شفتني ازاي؟ لو كنت شجاعا لقاتلت. انت بتعمل ايه؟ فضغط ازاي؟ قلب تعبان اهو. مش مدخل للحزينة دي. العيال دي مضايقاني اللي تحت دي. الحمد لله ما متش انا. ايوه ما متش. البيبان كلها هتبقى تتقفل. يا اختو على رسلك اللعنه عليك. انت راجل محترم. ثلاثة دول مش هينفعهم. اخرنا اتنين لسه. تعالوا نجرب البتاع ده. شوف بيشخر. واه تاني. كل ده مش عارفين احنا بندور على ايه. بسرح انا في الاساسينيشنز وان انا اقعد امشي ورا العيال اموتهم وانسى انا اصلا كنت بعمل ايه. والله بجد. هتقعد تنام تحلي. انا عارف هنخلص منك. انا كده اقدر امشي في المكان براحتي خلاص. تقريبا موتت كل الناس اللي في الناحيه دي. في واحد ضخم كده عايزين نجيبه الاول. طلبت الحكمه من استعار مفتاح المكتبه الفلكيه في الطابق الثاني ان يعيدوا الى اي من المكتبه من عالم الفلك العظيم من جميع الطلاب الامتناع عن استعاره المفاتيح. اوكي ده اصلا المفتاح اللي احنا بندور عليه ضايع. اوكي اقفش مفتاح. شكلك مهموم. انا قلت ريحك من الهم اللي انت فيه. السلام عليكم. سرقنا المفتاح يا عم بتاع المكتبة الفلكية. بالله عليك انزل. بس شكرا. اهلا. ريح عشان الجو مريح. 16 حد تحت يقرفنا. افتح زكي يا ادرا. هاد ديتيلز. I'm in love with this game اقسم بالله. انا حكمه شيت فوك مي. انا هقول لك المفروض نعمل ايه. كمان احنا هنطلع فوق للشطار من هنا. هوبا كده. ثانك يو فيري ماتش. ندور على حته نقدر ورينا على حته. هو الشباك اللي هناك اللي انا كنت جنبه من الاول وما رضيتش ابص عليه. شكرا. رينا بقى النجفة اللي وقع. خربنا المكتب بتاع الراجل. صندوق.
في اي حاجه تانية تستعمل في المكتب ده؟ لا. اوب 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 احرقت خالص. فين دلوقتي بقى؟ المكتبة تحت الحراسة، لابد ان شيئا قد حدث. مهلا. خدنا الخنجر تاني. ما حد شايفني، هو ليه المزيكا الحماسية دي؟ مش انا لسه ما حدش شايفني. استناك شوية طوى. الآن تدفع الثمن. لقد رأيتك. انا مش شايف نفسي. انا مش شايف نفسي. هنبدا منين بقى؟ ممكن من وانا جوه المكتبه. بيت الحكمه. بنهزر صح؟ الشباب اللي هنا ميت يبقى مش بنهزر. اوكي، لو على قد من اول ما نخش المكتبه الدنيا اشتاقيش. لا، ماذا؟ حانت نهايته. تلقى قتلتني يلا، عشان كنت مستك يلا. الزموا الصمت في المكتبة. نعيد الكتب الى رفوفها الصحيحة. انه امين الكتب. يا لهو يا الله. إنه ميت، لكنه كتب منسخ بدمه. ترى حول الله ثمة شيء في يده. قماش. إنه ممزق من ثوب امرأة، لكن لمن يعود؟ حرائق غريبة وأمين ميت. شيء مروع. يجب أن أسرع. الدنيا خربانة هنا في المكتبة يا شباب. كده احنا عرفنا أمين المكتبة مقتول مسموم وحرقين الكتب وحاجة يعني آخر ده شملة. تحياتي أيها العم. لو سمحت، أين العالم أحمد بن موسى؟ أجل، أكثر بني موسى حبا للمغامرة، ورشته خلفي مباشرة. أصلا أشكرك أيها العم. جاي لك يا أحمد يا ابن موسى. باسم، أنت يا ذا التسعة أصابع هنا. الله، تعيريني. ما الذي تحملينه أيتها السارقة؟ إنه كتاب، على الأقل تمكنت من إنقاذ واحد من الحريق. ده إيه ده؟ مكتوب محمد ابن إيه؟ إن أمسكوا بك تسرقين سيقطعون إصبعا. لا مهلا، بل يدا بأكملها. هذا ليس طريفا. إذا لا تضحك. حسنا، مزاجك جيد وأنا لدي أمور أنجزها. ليس شيئا يهمك. أمور المستترين السرية. ما الذي أنت بصدده هذه المرة؟ ستطعن؟ تسرق؟ أم ستطعن ثم تسرق؟ ذلك ما تجدينه يا نهال. مجرد فقدانك إصبعا لا يعني أنك فقدت مهارتك. إلى التطبيل عند المصريين القدماء. أحمد بن موسى. بالنظر إلى كل هذه الأدوات والكتب يبدو أنها غرفة أحمد، لكن أين هو؟ يبدو أن أحمد بصدد العمل على شيء جديد، لكن ماذا؟ يوقع أحمد على أعماله دائما. هذا من صنعه بلا شك. فاكرين الإمضة بتاعته دي؟ كان برضو بيمضيها هناك وإحنا في الحتة اللي إحنا بنتدرب فيها. كتاب شعر آخر من تأليف عريب، كان سيسر تبت بهذا. طب ناخده له. أدوات قياس مثل التي كان يمتلكها أبي، لكنها تخص أحمد. يقول الخطاب إن هذه كتب أحمد، رسوم توضيحية وأدوات آلات وغرائب أخرى. هذه ورشة أحمد بالتأكيد، لكن أين عساه أن يكون؟ جاي علي هناك أحمد. معذرة، أساعدك بشيء؟ حضرتك مين؟ المعد ولا إيه؟ أبحث عن أحمد بن موسى. أتعرف أين يمكنني العثور عليه؟ قد أتمكن من مساعدتك، اتبعني. مش مطمن لك يلا. ولا أنا مش مطمن لك يلا.
في حاجة ناقصة هنا احنا مش شفناهاش؟ لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا. تعبيط يا اسطى، نتسلل كده على طول. علمنا القراءة في مكتباتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يوميا. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. وما الذي درستماه في بيت الحكمة؟ كنت أحب الشعر والحكايات البطولية، أما صديقتي فكانت تفضل الآلهة الوثنية والسحر الأسود. هذا مثير للاهتمام. وهل اتبعت شغفك الشبابي وأصبحت عالما؟ عندما ينتظرني العالم بأسره؟ لا، يمكنك القول إنني رجل مكلف بمهام. حسنا. أنت عبيط يا باسم. لا، أنت اعترفت للرجل بكل حاجة. لا تزال تبحث عن شيء، لكن لا أعرف ما هو. هذا مؤسف. قاربنا على الوصول الآن، هيا بسرعة. النجدة يا حراس، أتعرض للهجوم. والله كنت عارف. أيها الكاذب. أخبط سلاحك. والله أنا عارف. هو مش هيجي من ورا أحمد موسى حد عدل الصراحة برضه. أنا هوريك يا ابن الكلبة. عشان موته على طول من دلوقتي وخلاص ابن الخاينة ده. هل قولني بيت لا خلص خلص خدني بسرعة. لا بس الوقت سهاني تمام، أكلني العجوة تمام، بلاش العجوة برضو مع أحمد موسى، فضل لغاية آخر ثانية. على الوصول الآن، هيا بسرعة. شوف ازاي النجدة يا حراس، أتعرض للهجوم. ماشي يا ابن الجزء. ركز يا باسم. ركز يا باسم صحيح. ما تركز يا باسم، لازم العب بالدراع، اظبط الدراع. النجدة يا حراس. ايها الكاذب. اصبح الكاذب. انت عدت اهيل بايه؟ اهيل هتلاقيه بسهم الفوق. ماذا ترى يا لا استنى استنى تحت. رائع، سأسويك بالأرض. هنا بالدراع ألطف كتير. بس مين اللي عمال يشتمني؟ مين ابن الكلب اللي عمال يشتمني؟ وريني ابن الخاينة ده. أنت ما مشيتش لسه كل ده؟ أرجوك لا تؤذني. أرجوك يا خاين يا بتاع أحمد موسى. لقد قدتني إلى فخ يجدر بي قتلك في مكانك. أنا ما بريكوردش. أفعل الطيب حامد. إذن أخبرني، أين أحمد بن موسى؟ أرجوك يا سيدي، إنني لا أعرف أين هو، حقاً لا أعرف. أخبرني لماذا قدتني إلى كمين إذن؟ هو من أجبرني على مين ذلك؟ هو بقى؟ من هو؟ ليس أحمد قطعاً. لا أعرف اسمه، فقد كان يرتدي قناعاً على الدوام. وما الذي يريده هذا الرجل المقنع؟ إنه يأمرني بإبعاد الجميع عن موقع حفر بيت الحكمة، وإلا وإلا ماذا؟ سيلحق الأذى برأسي مثل ما فعل مع الآخرين. أرجوك اعفو عن المتواضع حامد. أين موقع الحفر هذا؟ في البادية خارج المدينة. هاك دعني أرسم لك خريطة. متعاون ناوي فجأة. اجري يلا. على الخريطة إرشادي إلى موقع الحفر. في حاجة عايزين نعرفها قبل ما نمشي من هنا، وهي لسه كده في مكتب أحمد موسى ولا فين احنا؟ الراجل اللي كتب بدمه ده كتب، تعالوا نخش نحاول نستكشف في مكتبة تاني كده. الراجل اللي كتب بدمه ده كتب ايه؟ رينا يا ابني كتبت ايه بدمك؟ اكتشف سبب كتابة أمين الكتب اسم هذا المكان بدمه. طيب احنا لازم نروح مكان تاني عشان كده. في كتاب هناك للجاحظ، طيب نروح نجيب كتاب للجاحظ ده ونعدي عليه. نروح نودي له كتابين. انتظر. انت مالكش ذنب في اللي بيحصل ده، بس يعني يلا. فين يا ابويا الكتاب؟ ظهورك لي لطف منك. كتاب مفقود. لقينا كتاب تاني اهو، اسمه الكتاب اللي هنلاقيناه ده كان اسمه الكتاب اللي لقيته الاولاني للجاحظ كان كليلة وادمنا، which is الخوارزمي الجبر. واو جدعان، كتب منقيين كتب تحفة يا جدعان.
يعني مش انا مش عامل يعني انا قريت الكتب دي بس يعني ما حدش ما يعرفش كيلة ودمنة. طب والله حاجة جامدة فشخ، والله حاجة جامدة فشخ. تعال نروح مكتب الخوارزمي نجيب الكتب دي. سلام عليكم خوارزمي الجاحظ، قصدي ادي الجاحظ يا عم. انت جاحظ يا ابني؟ يا لها من كتب كثيرة. لا تظن اني امين مكتبة، انا كاتب، كثير من هذه مؤلفاتي الخاصة، لكنني بالفعل اجمع الكتب ايضا. تخفي المدينة مجلدات اخرى نادرة وقديمة، ان عثرت على احدها فاحضره هنا، ساجعل الامر يستحق وقتك. جيد جدا، من المؤكد ان احدا في المدينة لم يرى هذا. اذا عثرت على مزيد فستجدني هنا. لديك شيء من اجلي؟ لديك كتابين، ربما نجد في المرة المقبلة. ما هو أكثر من الكلمات الجوفاء والإزعاج؟ انت تنك بقى وحتقرفنا. تصدق ان انا غلطان؟ ماشي انا راجل وثخ اني جبت لك. هات لي يا ابني، افتح لي الباب ده عشان قلبنا الراجل. تعالوا نروح ونعرف السر وراء. تروحلوش تاني، مش عارف بيكلمني كده ليه. احنا جايين نعمل فيكو خدمة يا ستار. رايح انت؟ اوعى تنطق. لا من الذي؟ احنا زي الفل، احنا زي القمر. ارين كده. اوه يا ابن الكلبة، تضرب بالسهم على انكيدو. حنين. ماذا؟ محتاجين نخش هنا. انت هتفضل باصص لي كده كتير يا صاحبي. ثانيه واحده، انا ما اظنش ان الرينج هيوصل لك، بس يعني مش هيوصل لك. احنا الشاب الشوي اللي احنا عايزين نروح له هو باصص لي قوي. تنح لي يا ستار يا رب. والله العظيم انت راجل محترم. حالت نهايته. ولا لو بحياة أبوكو ما تزنونيش. أنا ماشي زي الفل. هات لي بس الحاجة بتاعتي معلش، بالله عليك شكرا. هات لي بقى حضرة الجندي المركز ده. شكرا. ريح، انا معرفش قتلتك ازاي من كعب رجلك كده، بس اوكي تخلص من القناص. انقيده متاح انكيدو للاستطلاع بيها بس كده. انكيدو دلوقتي يقدر يشتغل. فين بقى انكيدو؟ نعمل ايه؟ ادي المفتاح هناك اهو، محدش هيقدر يضايقك يا انكيدو. ده في شباب كتير قوي هناك. ماشي. واه 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 واه. سجين هنا اللي. قد يكون المفتاح لدى ذلك الحارس. مش قد يكون، هو دي حقيقه. ياكل جيدا منذ ايام. لدينا اوامر، لا يسمح بدخول احد لرؤية الضيف. عليك اللعنة. السلام عليكم. لا تقتلني أرجوك، امنحني مزيدا من الوقت، لقد فككت شفرته تقريبا. لا تقلق، لست هنا لقتلك. ما الذي تحاول فك شفرته؟ الكتاب. قلت لها إنني لن أستطيع، هذه ليست لغة أعرفها، لكنها لم تمنحني خيارا. من؟ امرأة تدعى زهرة، إحدى العالمات هنا. ما هذا الكتاب؟ ما اسمه؟ لا أعرف سوى أنه مكتوب في مخطوطة لا تشبه أي مخطوطة أخرى، وقد رأيت المئات. حسب كلام زهرة إنه قطعة أو بقايا أثرية أكثر من كونه كتاباً. لقد كذبت بشأن تقدم المحرز حتى لا يقتلوني. لما كان فاكرني جاي أقتله قال إنه هيحل الحكاية. دلوقتي طبعاً قراءة كلمة واحدة
لا أستطيع حتى الجزم بأنها لغة. أين عاثر على زهرة؟ لا أعرف، قد تكون بأي مكان في المدينة. إنني أريد العودة إلى الديار. عم اتكل على الله. حسناً، اذهب إلى مكان آمن قبل رجوع الحراس. بالضبط، أنا مزبط لك الدنيا برا سلكة. اخلع. إيه القطة اللي جات فجأة دي؟ لابد من وجود ما يساعدني هنا. هي القطة دي لا تساعدني. ورينا قصيدة تنظيمية إلى عزيزي الزريز. هي يا جدعان، خضراء وصفراء هي الشيطانة أيضا. قبلة تنيني أترك فوق جبينك روضا وكما كتبت عري. ماشي، نيفر مايند. خطاب التنظيم يذكر عري، إشارة بريئة أم شيء أكثر إيذاء؟ إلى زهرة، لقد جربت كل اللغات التي هو نفس الكلام اللي هو لسه قايله ده. أشعرني هذا الكتاب بعدم ارتياح، سأتركه. تريد زهرة توصيل الكتب الإضافية المأخوذة من بيت الحكمة إلى مسكنها الشخص في أملاك العالم، لا تحضرها إلى هنا. يحدد هذا الخطاب. كرب الماء عشان غلط عليه. حاضر. علي زيارة أملاك زهرة. وهي زهرة هي اللي حرقت الكتب. مدى تورطها في التنظيم. كده زهرة. هذه الآلة العجيبة، لقد رأيت مثلها في ورشة أحمد. كده احنا عرفنا ان زهرة هي اللي حرقت الكتب اللي في بيت الحكمة، وغالبا كده هي ممكن تكون مع التنظيم. ماشي، كانش العشمة زهرة يا اختي. عارفين احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش مين الخليفه بعد ما قتلنا الخليفه اللي فات. افتكروا مين؟ ابنه بقى اللي شافنا ولا مين؟ انا عايز اعرف برضو. انكيدو. لننظر على نطاق اوسع. في صندوق عنيف هنا، انا مش شايف اي جندي مجند هنا، الدنيا فاضيه. لكن املاك العالم الان فرصه المناسبه لتفتيش مكانها. زهره، المكان فاضي ليه كده؟ زهره فين؟ الرجال الحرس فين؟ طيب بلاش زهره فين؟ باب متنيل على عين امه موصد. طبعا ده كمان موصد. تأثير عاد محدد. ما ان تنتهي من استخدامه لا تدعه ملقى في الارجاء. مش يبقى كده المفتاح المفروض هيكون في غرفة التخزين. بسرعه المفتاح لقفل كل صندوق. ماشي اوكي، خليكم فاكرين الصندوق هنا. احنا ننزل نلاقي المفتاح بقى تحت في غرفه التخزين. قد تعود زهره في اي لحظه. اوه، زهره دي يعني الرقابه، يعني اللي هي بتشوف ايه اللي مناسب وايه اللي مش مناسب. كده المفروض انا معايا المفاتيح من ده المكان كله. احنا كده معانا ترقيتين تقريبا للسيف العباسي ده. اوه انوبس، شباب الشاي دول احنا ممكن بس ذوق الموت. انا عامله فيك بقى، كانوا عاملوا منك بطاطس محمر. يجب ان يخضع للسلطان. يا ابن الكلبة، ابن الكلبة، انا غلطان، انقذتك والله العظيم. اسلحة خشبية ودمى تدريب، يبدو ان عالمتنا تستخدم القلم والسيف على حد سواء. طلعت هتطلع نينجا، تطلع نينجا. انا حاسس اني دورت في كل حتة في المكان. هعمل ايه تاني؟ باب مغلق، من المفاتيح اللي معايا دي اعمل بيها ايه؟ احطها فين يعني؟ السلام عليكم. كتاب شعر اخر من تاليف عريب، تحظى بشعبيه جيده ضمن اوساط معينه بالتاكيد. رجاء بسيط. ايه لزهرة؟ رجاء بسيط ده اسم حد ولا ده يعني ان هو بيترجاه؟ سمعت ان القطع الاثريه التي في حوزتك اوشكت على الافصاح عن اسرارها. اوه، تعلمين بشان بحثي عن اثار اولئك الذين على فكره البت دي زهره في البتاع من المنظمه. يا قطه، زهره مرتبطه بالتنظيم حتما. اكيد لسه بقول والله اخال. بس ما يدعى الربيسو. الربيسو تنظيم انجازاتنا في البيت الحكمه بص ولاد الكلب، التنظيم حرقوا بيت الحكمه والكتب اللي فيه وخدوا الكتب التانيه عندهم والدنيا ايه. عرفت كل ما بوسعي، من الافضل ان اصعد الى منطقه مرتفعه واستعد، قد تعود زهره في اي وقت. خلي بالكم بقى عشان زهره جايه. انتظر، قاعدين مستنيين ست زهره تطرح. اوه، ده زهره جايه معاها حراسه. زهرة حارقة الكتب يا كلبة الكلابيب. أيها الخدم، أعدوا كأسا من عصير التمر على الثلج. تمر على الثلج؟ وقدموه مع صحن من الخبز المعسول والرمان. يا روان أمك يا زهرة. ثم حضروا أملاح الاستحمام، فأنا منهكة تماما. منهكة؟ ده أنا هنهكك دلوقتي. استنى، ده أنا هخلص عليك خالص دلوقتي.
الله الله، الرمان جه بالسرعة دي. الجنة حيث تجدينها. هي هي زهرة بتتكلم كده ليه؟ العجوز الأحمق يعبث بقرصه القديم ومرضاه العاجزين. طبعا سيدي. تلك زهرة. لست محقة؟ عند الانتهاء من ترجمة ذلك الكتاب سنة تنظيم كما نجدة. أوقفوه يا ولد، يا بنت الفتانة، يا بنت الفتانة. الشباب كتروا قوي، وانا اهم حاجه البودي جارد بتاعها اللي هو الضخم ده، بس نخلص عليه اهم حاجه وبعدين نشوف هنعمل ايه. على الهادي احنا ما ورناش حاجه. تعالى يا ست البنت، تعالى. ازيك يا زهره؟ او 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 بس كده. ان من شأن ذلك الكتاب الغريب تسيير عملهم العظيم. من حسن الحظ ان حنين لم يستطع ترجمه اي كلمه. الله، متقن استخدام حريقه عند بيت الحكمه يترجم الاسير الكتاب المكتوب في هذه الاثناء قدما خارج المنسق حتى ينجز عمله. ما ان نحصل على الفهم المناسب لاليه عمل القطعه الاثريه. لو ما حاول بتاع عشان ما حدش يوصل للحكايه وخطف الراجل المترجم عشان يعرف لهم هو الموضوع لوحده. يا اولاد الايه يا بتوع التنظيم انتوا، حرقة الكتب هتم حرقها اهو، اتحرقت اهي. يلا بس كده، كده احنا خلصنا على زهرة وهربنا المترجم والحياة حلوة. خش اقتل الشباب اللي جوه دول ولا الموضوع مش مستاهل؟ مش مستاهل والله، الموضوع مش مستاهل. انا في الاساسين وكده حموتهم خلاص كده، انا قضيت المهمة بتاعتي. سلام عليكم، انا ماشي بس كده. ولا من شاف ولا من ايه ولا من دري. علي البحث عن أدلة أخرى في العباسية. احنا كده عملنا الميشن بتاعت العباسية ولا لسه في حاجة في العباسية؟ مش كده احنا هربنا المترجم، احنا عملنا حاجات كتير قوي على فكرة دلوقتي. هربنا المترجم وعرفنا السر وراء حرق بيت الحكمة، قتلنا زهرة، وعرفنا ان في راجل تاني معاها. ده احنا عرفنا بلاوي في الشوية اللي فاتوا دول. يا نهار ابيض، توحشينا يا زهرة. باي باي يا ست الكل. دلوقتي ايه بالنسبة لأحمد بن موسى عشان نعرف هو فاني نصيبة تاخده؟ المفروض نروح بقى موقع التنقيب اللي قال لنا عليه الراجل اللي عمل لنا كمين. ماشي، ورينا بقى ده ايه. العقل المدبر في الظلال، شخص غامض وراء الستار، محرك دمى يتلاعب بالخيوط. ده اللي كانت بترسله ايه زهرة. الزرير عضو التنظيم، تعمل تحت قيادة الربيسو. كل الكلام ده انا مش فاهمه. الكتاب مهم لآلة التنظيم الروح. مش كل ده لسه بدأ. احنا دلوقتي نرجع للبحث عن مستر احمد موسى، نروح موقع الايه، موقع التنقيب. شمال البراري اهو، ادي شمال البراري. احنا نروح هنا. ايوه احنا في البراري من فوق اهو. حدد مكان موقع يمكن العثور على خريطه حامد في قاميه الاستقصاءات. وريني يا ابني خطيئه بتاعت حامد دي فين. موقع تنقيب في البراري، حدد مكان موقع التنقيب. خريطه لموقع حفر بيت الحكمه، لم تحصل على دليل. اه ده في حاجه ناقصه عشان انا الاقي. اوكي طب فين الخريطه؟ بص يا ابني، بقيت شيك ازاي؟ بقيت امير بحريني بس حرامي لسه يعني، لو في لقيت حد هنشيله عادي اهو. بص، سلام عليكم، سلامك نادي. طيب احنا نروح بقى ايه، هنكمل في رحله البحث عن مين؟ عن احمد موسى. سلام عليكم. فين يا ابني احمد؟ احمد ابن موسى. عشان بس ايه تختلف. وقود توجد في موقع الحفر هذه. هذا ادله على الرجل المقنع ومكان وجود احمد بن موسى. حدد مكان موقع. ايوه هنلاقي الموقع بقى فني نصيبه على دماغكم. ايوه الخريطه اهي. طيب يا ابن تلقيت خريطه توضح مكان موقع تنقيب جنوب غرب بغداد. واحه على الطريق. ماشي يبقى في واحه ومكان تنقيب في جنوب غرب بغداد. افتح لي بقى الماب. فين بغداد؟ ادي الجنوب. الغرب ده اللي هو اليمين ولا الشمال يا كارم؟ تمام، وفي واحة. انا اظن ان هو ده، اظن يعني، اظن والله اعلم. اتمنى المكان اللي احنا رايحينه ده هو المكان الصحيح يعني. ورينا بقى كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع انكيدو يبص بصة. احتاج الى عينيك يا صديقي. في واحة هناك اهي. اصلا دي نقطة استطلاع. لا ده احنا نروح بقى ونطلع عليه. واحة، تم اكتشاف الواحة. ورينا يا بقى. لحظة، انت تعبان بيطير ولا ايه؟ اه دول كذا واحد. ده انتوا كتير جدا. ايه ريح. فين التالت؟ طب ما بتموتوش من ضربة واحدة ولا ايه؟ نايس يا صبح. انا وجع دماغ. اوه لو سرعة مفتاح الطفل يفلح. تحلق في الجو، لعلها ثقيلة جدا لكن لا.
حساباتي في غاية الدقة، أين الخطأ؟ أنا هطلع دلوقتي ونط وأقول لك أين الخطأ، أنت ما تقلقش. الله يعني يا ابني. اللي احنا عرفناه ان المكان بتاع التعدين جنب واحة، واحنا فين دلوقتي؟ قولوا معايا، احنا في الواحة. في حاجة في المية اكيد. ايوة يا حبيبي، نط غلط بس كده، شكرا. واي حد برضو ينط يا صاحبي بس كده. يعني بحس ان انا ببذل مجهود قوي عشان الاقي صناديق، وفي الاخر الصناديق ما بيبقاش فيها حاجه يعني. ماذا ترى؟ انا تقريبا الحته اللي هي بتاعت التعدين اهي يا شباب، تقريبا تقريبا يعني. احنا محتاجين نركب حصاننا الحلو. هو ده المكان اهو. ايه فش؟ طب ما العصور، يا نهار اسود، ده احنا هنعمل معاكم ايه يا شباب؟ جاهزين؟ لقينا مكان. جاي لك يا احمد يا موسى، لعبه تحفه. هذه اعمال حفر هائله الذي ينهون فعله. عايز انزل لجوه كده. انكيدو بيسمع لي. دول ناس تساعدني يعني ولا ايه دول؟ انا مش فاهم. هذه اعمال حفر هائله، ما الذي ينهون فعله؟ بسم الله توكلنا على الله. ملتزقات يحرسون الموقع، لابد انهم وجدوا شيئا مهم. هل انت زعيم عصابه حاملي ندوب المعارك؟ لابد انك تتقاضى اجرا جيدا. ليس بالقدر الذي نريد ان نتقاضاه، اؤكد لك. أتؤدي لي عملاً صغيراً؟ ربما. ما طبيعة العمل إذا؟ أترى رجال الخليفة المتأنقين هناك؟ أحتاج من يعينني عليهم. لندبر شيئاً. يلا عم. تتحدث كمرتزقة حقيقي، إليك عملة تقديراً من. ويحك، إنه عمل شريف. تتحور. مرتزقات يحرسون الموقع، لابد أنهم وجدوا شيئا مهما. متى نتقاضى أجورنا يا زعيم؟ حمير، هذا الحر يصيبني بالسقم. عمل مدهش يا صديقي، هل تنقب عن شيء للخليفة؟ هذا ليس من شأنك. أو بطل حويل. الحضارات القديمة تثير اهتمامي، أتمانع إذا ألقيت نظرة بالجوار؟ تفحص الصخور القديمة قدر ما تشاء، لكن لا تلمس أدواتنا وصناديقنا. لا أجرؤ على ذلك. هذا الحر يصيبني بالسقم. ما الذي؟ مهلا. يقتل. ايوه تعال شوف اصحابك. مهلا ايه وزفت ايه على دماغك؟ تعال. ماذا؟ اقضي علي. عم الفيلم سرور. لا شيء مهم هنا، علي الاستمرار في البحث. الحح اللي في الاخر دي بتعجبني. لقد رأيت لا شيء. طب مش المفروض بتساعدني يا صاحبي؟ انت المفروض بتساعدني. عشان اقول لك قد رأيتك. العملة اللي انا دفعتها جابت نتيجة معاهم والله. والله والفلوس طمرت. عشان في واحد اظبطتني. هم قال قد رأيتك ف. مهلا. لا شيء. علي التأكد مما إذا كانت هناك صناديق أكثر بالجوار. لا لا لا. طب نفسك بتكسر في الحجارة. والله العظيم أنت راجل محترم. هذا العمل. انتظر. إليك أيها الكلب. رايح. أنا تقريبا كده موتنا كل اللي موجودين في المكان تقريبا. من عيني. هل في أي حد ناقص؟ خسرت العملة اللي اديتها للواد والله. يلا مش مشكلة. هذا الصندوق عليه ختم أحمد المميز. لابد أن أخي أحمد أبشر، فالقطع الأثرية التي ساعدتنا في اكتشافها عند الأطلال تعج بقوة هائلة. لابد أن أحمد في المستشفى ويعمل مع هذا الطبيب. لكن ما علاقة مبتكر شهير بطبيب؟ أوكي. لابد من وجود رابط ما.
كده احنا عرفنا مكان احمد موسى فين يا شباب. احمد موسى في المستشفى، ربنا يشفيه. يا صاحبي خدت الفلوس انت وعملتش حاجة، ها؟ يلا يا عم حلال عليك. هيا يلا بينا على البيمارستان. هو ده البرمستان بيدخل منين المخروط اهو كده. يلا بينا نخش المستشفى التخصصي. البيمارستان، المكان الذي يجتمع فيه أفضل معالجي بغداد. العثور على الطبيب حسان سيدلني على أحمد. في عنبر الرجال، العنبر ممتلئ بضحايا حريق بيت الحكمة. الله يخرب بيتك يا زهرة. تلزم مساعدة إطفاء لنقل أي فائض من المرضى إلى الغرف المتاحة. أوكي، يعني الجناح بتاع الرجالة مليان. دي جوفية. أعيني عيني يا ستار، يا ستار. أوه يا ستار جدا. يا شباب تلعبوا كيلو بامية ولا ايه؟ انتوا كتير ليه واقفين مع بعض كده؟ هو في تجمعات سكنية، مش حراسة دي. انت بتحرس حاجة مهمة انت؟ يا عفريت انت عكروت. مش ماذا؟ فتلقى ربك لا 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 ده اوحش واحد يتعامل معاه كده. أجرة الطبيب حسان، لا دخول دون إذن مناسب، يرجى البحث عن رئيس التمريض إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة. مش فين رئيس التمريض بقى؟ لا يمكنك الاختباء من يا نهار اسود ونايل بستين نيلة. أجل استنى يا شباب استنى، هو رمى على سكينة يا ابن الإيه؟ فضتني أقسم بالله. عايزين نغفل الكبير ده عشان هيقرفنا. هو ده هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نغفله. زهقان من حياته ده كتير فشخ. ليه كده يا شباب؟ عندما نفذوا الى المنطقه بعدها على رسلك موت. الشباب الكتير دول بقى احنا هنعمل معاهم ايه؟ بصوا احنا هنعمل معاهم ايه. عرفتوا الشباب كتير دول هنعمل معهم ايه؟ اربعة اللي هناك اللي مع بعض اللي واخدين بعض عن حب دول لازم نفصلهم بقى شوية عن بعض. حلو قوي. رينا يا ابني الشباك ده بيودي يا ابني. انت ما انت هو يا ابني انت كفيف يا باسم. بصوا يا شباب ماذا ده؟ احنا صحيح استخدمنا عليكم حاجات كتير بس احنا كده نظفنا المكان. اوه شيت، ولا نظفنا المكان ولا نيلة مكان على مهلا. ما الذي ستموت الان؟ حرام لا انت امنحني القوة يا رب. ولا 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 ايدك يلا ايدك ايدك تحت ايدك. اوكي طيب انا شبه نظفت المكان كله من الحرس. اوبا اقفش مفتاح. فين انت بقى يا حلو الملامح يا سكر وسايح؟ فين تحت خالص. مش لازم نقتلك احنا ممكن ننشلك بس. شكرا. مفتاح حجرة ذلك هو الهارب. ايها الحرس امسكوا بالوقت. عم اسكت بقى انت مقرف. معانا المفتاح ومعانا المفتاح. حجرة ايوه وريني يا ابني حجرة الطبيب. هنخش يا عم بس ده انت فتان قوي. ورينا بقى الطبيب في بغداد. يا ولاد اللعيبة جايبين والله حاجات كتيرة شكلها حلو يعني الامعاء. هذا هو شعار التمريض. كل هذا يثبت ان الطبيب حسان واحد منهم. الطبيب حسان واحد من التنظيم الماسك بتاعه اهو. هذا الخطاب يثبت ذلك.
حسان متورط في التنظيم إلى أخمص قدميه. أوكي كده الطبيب حسان ضمن التنظيم ولازم نشقلبه. لدي علماء مصابون بالحروق هنا. إنه هو المطلوب للعدالة. ممكن تخلص عشان أسمع الراجل اللي بيقول إيه؟ تفضل. استدعوا الحراس. أنت مقرف. كيف يسلكون طريق الصلاة؟ عشان دمج وقعد هنا؟ تعرض بعض علماء بيت الحكمة للحريق وهم ينقذون الكتب. نريد الغرفة من أجل المصابين. لا، ذلك مختبر الطبيب حسان الخاص. إنه مقفل ولا يسمح لأحد بدخوله. هل سنترك ضحايا الحريق إذن بالخارج فحسب؟ الناس تتحرق عشان حسان يعني؟ من فضلك اخفض صوتك، إنك تزعج المرضى. يبقي الطبيب حسان مختبره مغلقا. أتساءل لماذا؟ بنت دي هي اللي معاها المفتاح بتاع ال... احنا فتحنا الباب ده تقريبا صح؟ المفتاح بتاع الباب ده فين بقى؟ ده المفتاح مع الراجل جوه. طب انا انا ساحر؟ مهلا، حالت نهاية. اقعد بقى، بلا حالت بلا فالت. هو جوه، هو انا شايفك يالا. سوق الموت. لا ولا 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 هنطلع يرن الجرس. انا عايز ابوظ الجرس مبدئيا. انا مش عارف يرن الجرس لمين، كلهم ماتوا. بس اوكي يعني. خش للحزين ده منين بقى؟ اقفش بس كده. بس كده باشا. ليس العيب في اساليبي بل في الآلية نفسها. طبيب حس تحتاج الى مزيد من المختبرين للبحث. انني بالتاكيد لست بحاجه الى تدخل مبتكر عديم النفع في العمل العظيم. ألست أنا الأزكي العظيم المخيف؟ ربما لا يجب أن أجهر بذلك. ركز يا حسان. أنت وقعت يا حسان واللي كان حسان. نهايتك قربت يا حسان. فين بقى أنا صعبت ده ليه؟ عشان أقف عليه. أوكي حسان من هنا. ذات إيزي يعني فيكس ترى. موت حسان. شايف إن القتلة دي سو إيزي على حسان. بس يا عم حسان وادي حسان. نخش له ازاي بقى؟ حسان حسان لقد تسرعنا. تالت واحد من التنظيم ايزي كده. طب ايه نخش له ازاي بقى؟ اكيد في حاجه، اكيد في طريق. استنى حسان بس مش عارفين نوصل له بقى. نخش له ازاي؟ زجاج مكسور قد يكون وسيله للدخول. مخزن اذا تعرضت للبرد المميت بسبب اهمالكم صحته. اوكي ورينا يا ابني الازاز المكسور ده فين يصيب. كان في طريقة أشك نموت بيها. يلا عمره أستاذ تأكيد القتل. أتنى واحد دي أسهل قتلة في تاريخ التنظيم كله. مات يا عم مات. أنا ده أنا ضربه بإيدي وعاد. مات الطبيب والآن حان وقت العثور على أحمد وحل هذا اللغز اللعين. إذا مش الباب ده كان مقفول. أبو حميد باسم ماذا جرى هنا؟ أحمد موسى أين كنت يا أحمد؟ كنت بالجوار، إنني دائما بالجوار. هل لا تخبروني بما حدث؟ أتدري بأن هذا الرجل يعمل لصالح التنظيم؟ لقد دعاني منذ بضعة أسابيع بعد أن وجدوا شيئا في الصحراء، آلية قديمة من نوع ما. احتاجوا إلي لي. ولم تطرح أي أسئلة. لا أطرح أسئلة عندما يتعلق الأمر بالعمل. وأنت؟ أخبرني بشأن هذه الآلية. بس مشكك في أحمد موسى ولا إيه؟ إنها تفتح مسارا داخل العقل إلى العالم القديم. هذه الآلية بشكل ما تفتح أبواب الإدراك. هل رأيت هذا بنفسك؟ لا، لكنني سمعت حكايات عن من رأوا. إنهم ضائعون يا باسم، لأنهم يعتقدون أن ما رأوه هو الواقع. يعتقدون أنهم ينتمون إلى هذا العالم القديم. لم أكن أعرف شيئاً عن تورط التنظيم. لو كنت أعرف لجئتك. إنني فقط انغمست في الأمر. أنت تعرفني، تعرفني يا باسم. ستغادر هذا المكان وتعود إلى المقر. إن لم تخبر أحداً فلن أخبر مخلوقاً. أحمد بن موسى أثار الشكوك نحوه. مؤسف أن تنتهي تلك المعرفة دائما بالوقوع في الأيدي الخاطئة. صحيح يا باسم؟
فوضى عارمة، ضمادات رأس، لكن هذا مستشفى على كل حال. لا أكترث لهذه الرسوم التوضيحية. طيب يا شباب، عرفنا حكاية أحمد موسى كاملة، وقتلنا واحد تاني كده. احنا قتلنا ثلاثة من التنظيم لغاية دلوقتي، الغول وزهرة والطبيب كان اسمه حسنين ولا حسان ده ولا اسمه ايه. فيعني والله احنا فاشخين التنظيم لغاية دلوقتي. انا اظن ان احنا مفيش حاجة ندور عليها تاني في البيمارستان. علي العودة الى المقر. احمد ابن موسى، بعد اذنك يا فنانة. والله ما كنتش عايز اسرقك، انا كنت عايز اخد البتاع ده بس يعني اوكي. ووك اوت. لعيب مغربي سترايكر، يخرب بيتك يا نصيري. انا النظري ده طلع لي اقسم بالله 9 مرات مثلا، والله العظيم. انت ممكن تعمل فرقة كامل بيه. انا ممكن اعمل فرقة النصيري، حط 11 نسخة من النصيري والعب. ما اكيد مش بفلوس، اكيد مش بفلوس. دي بقى ما تفتح.